عندنا مصورنا اسلام مخرجتنا ازيف صيدين الطير اللي متخبي في النخله توقعين يدري من الحر يدري احنا في ناس قاعد يصورونا ولا ما يدري؟ شفت شو ماشي مبسوط مبرد على نفسه بالظبط خلي روحه بعد العموم حر وايد برا متشي مسكين هو الوضع طبيعي جدا. طبعا وصلنا لفقره كثير اشتقنا لصاحبه هذه الفقره وهي معتاده طبعا كل احد بالضبط مباشره استشاريه الطب البديل دكتوره نجاة السماوي الشذر من الاولمبياد لليوم ما شفناش دكتوره صباح الخير. يسعد صباحك دكتوره وكل عام انت بالف خير. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير وايامكم سعيده. شو هالالوان هاي لوجين؟ انا ما كنت اعرف انت لابسه هيك الوان. انا وانت نفس الالوان اليوم دكتوره. والله يعني شنو اخباركم طيبين ان شاء الله؟ الحمد لله بخير مشتاقين لك دكتوره واشتقنا لسوالفك ومواضيعك القيمه صراحه. انا كنت في واشنطن وفي معلومات حلوه جديده بعدين ان شاء الله بالبرامج القادمه نقدمها ان شاء الله. ويعني اجيت ليله العيد رجعت لي لندن. اي أيوة والله اليوم دكتوره يعني إن شاء الله بناء على طلب اخباركم طيبه وان شاء الله نشوفكم على خير ان شاء الله. في طلب العديد من المشاهدات في فن الخمسين تحديدا كانوا يطلبون منا دائما ان نتكلم عن كل ما يهم المراه في هذه الشريحه من العمر ولهذا يعني سوف نخصص الفكرة والفقرات القادمة أيضا للحديث عنهم وخاصة مرحلة ما بعد الطمث. نعم ألو أيوة تفضلي دكتورة. تفضلي دكتورة نبتدي الحديث عن عن المرأة في هذا العمر. نعم أسمعكم. نعم نتكلم عن هالفترة هاي اللي هي بعد الخمسين وأوفر. أول شيء راح نتناوله بهالموضوع هو يعني مرحلة انقطاع أو قبل الانقطاع وبعدين انقطاع الطمث واللي يبقى تقريبا بعد الانقطاع في 10 سنين تقريبا المرأة تعاني من بعض الحالات. هي فترة طبيعية بصراحة وأمهاتنا وجداتنا كلهم عانوا من عندها واللي بالبيت واللي حولهم أصلا ما كانوا يحسون بيهم، لكنه تغيير النظام وتغيير الغذاء وتغيير نمط الحياة والتدخين والعادات والشي أثرت يعني بشكل كبير على هذا الموضوع. خلينا نتكلم أنه المرأة بهالفترة هاي تصير عندها الهبات الحرارية، يصير عندها التعرق الزايد، يصير عندها الخفقان الشديد بالقلب وهذا كله طبعا يأثر عليها. بعدين في مشاكل جمالية ونفسية وصحية. النفسية بالذات هي أنه تكون منعزلة، تكون كآبة، تكون يعني أنه بعد ما عندها رغبة في الحياة، أولادها كبروا، يعني شنو فائدة عيشتي بعد أني؟ فمن عندهم يلجؤون لبعض الأطباء، يأخذون الأدوية، يأخذون المنومات. من الناحية الجمالية يصير شفاف يعني جفاف شديد عندها بالبشرة، يصير عندها الكرش بدي يظهر لقدام. في مرحلة الشباب يمكن السمنة تكون في مواضع مختلفة من مواقع مختلفة من جسمها. بهالمرحلة يبدي في البطن يصير وهذا هم راح نتناوله في يوم من الأيام. أيضا يكون عندها المي الزايد في الجسم وخاصة في الأقدام. أيضا يكون عندها من الناحية التجاعيد تظهر أكثر، البقع السوداء تظهر على اليدين، تظهر على الوجه أيضا نتيجة اختلال الهرمون. من الناحية الصحية يكون عندها واللي هي الأهم يكون عندها رخاوة في المثانة، يكون عندها شاشة عظام، فقدان يعني نوعا ما النسيان، نوعا ما يعني مثلا سوء الهضم، وهكذا حالات كثيرة الحقيقة تعاني منها الامرأة يعني بعد انقطاع الطمث لمدة مثلا حتى لو 10 سنوات أكثر. اللي النساء الحقيقة ومن 25 سنة وفوق بدأوا يأخذون ما يسمى بالـ HRT اللي هو الهرمون ريبليسمنت ثيرابي. طبعا بالنسبة لنا يعني ظهرت يعني مضارة وطلعت مساوئة وفي بعض الناس ناسبهم يعني اللي ناسبهم يعني صحة وعافية عليهم، اللي ما ناسبهم واللي ينشدون يعني أشياء جديدة. الجديد هو اللي هو البايو ايدنتيكال هرمون، الهرمون الشبيه أو الهرمون التوأم. كيف بدأ هذا العلم أمريكي؟ بدأ من 30 سنة وأكثر في أمريكا لما سيدة راحت لبعض الاستشاريين واللي هو يعني MD اللي هو ميديكال دكتور استشاري ويعني خريج هارفارد يعني يونيفرسيتي، راحت عليه تطلب من عنده الهرمون حتى يوازن لها الهرمون عندها وعندها الاعراض اللي ذكرناها نوعا ما. فقام انطاها الاتش ار تي اللي هو يصنع نوعا ما من يعني تكرمون يعني بول الحصان. ف
فهي رأسا قالت له أني أبين قدامك زي الحصان. قالها لا. قالت له إذا ليش تعطيني هذا؟ أنا جيتك أنت أريدك تعطيني شيء جديد، أنا أريدك تبحث لي وأرجع لك بعد فترة وتعطيني الشيء اللي أنا أريده يناسب جسمي، أنا ما أريد شيء من يعني من مصدر حيواني. فبدأ يبحث لها الشيء اللي هو سماه البايو أيدنتيكال هرمون، واللي يستعمل الآن في بالذات أمريكا والعالم الغربي بشكل جدا قليل، لسه دخلنا يعني من فترة جدا قليلة في بريطانيا، بس لسه مو بنفس المستوى والتمرس اللي موجود في أمريكا. يستعملوه آلاف ويعني آلاف النساء ومرتاحين عليه، وبدأ يعالج أمراض عديدة ويتناول ويناقش كل هاي الأمور، وتصمم الوصفة حسب الحالة وحسب السيدة. بالنسبة للامرأة الآسيوية أو اليابانية أو الصينية، دائما يستعملون كبديل هو الطحالب الخضراء اللي هي الألغي أو السيويد، اللي إحنا يعني ما نعرفها، وإحنا عادة في غذائنا ما نتناول الخضار كثير، دائما ماكلتنا لحم ودائما يعني حلوة كثير وقهوة وشايات، هذه كلها طبعا تأثر. في أغذية اسمها يس وفي أغذية اسمها نو. الأغذية المهمة الآن في هالمرحلة هي الفايتو استروجين فود، اللي هي من الخضار، من البروكلي، من البامية، من البازاليا الحبة حلوة، أو يعني الكمون الحلو، أو الفنل يعني هو، أو المرامية، أو الترمس، أو الحمص، أو البقوليات هاي بحد ذاتها، كلها تعطينا شيء يوازن الهرمون، لأن هنا الهرمون راح يكون عندنا نوعا ما شبه مختل، شيء يصعد شيء ينزل. لهذا من المشاكل الجمالية أيضا بعض النساء يظهر شعر على وجههم لزيادة هرمون التستوستيرون عندهم، تصير عندهم قلة الطاقة لفقدان أو عدم توازن الغدة الدرقية. فهذه طبعا الأغذية تساعد. علينا أنه الابتعاد نوعا ما أو تقليل البهارات الحارة والقهوة والشاي والتدخين والسكريات، لأن هذه تأثر على الجسم. في بعض الشغلات اللي هي مثلا خلينا نقول من الطب التكميلي، عليها بتناول الامرأة في هالمرحلة البي كومبلكس. البي كومبلكس تاخذ خاصة بي 12 لأن يعطي طاقة، والبي 5 لأنه يوازن عندها غدة القلق اللي هي أدرينال، وأيضا يوازن عندنا فيتامين بي 6 يوازن ويطرح المي الزايد من الجسم. بس هذا طبعا تاخذه بشكل يعني منظم، ما تاخذ كل واحد لوحده، تاخذها بمجموعه كامله. ايضا يعني في عشبه اللي هي من البرازيل، اذا كان انا شايفتها بدبي موجوده في صيدليات عديده يعني في الخليج، ايضا شفتها في جده، ما اعرف اذا كانت اسمها مكا روت، هذه ام اي سي اي، هذه المادة يعني هرمونية. نعم. بنفس الوقت تعطي مفعول الهرمون الطبيعي، توازن الذهن، تعطي يعني تطرح عدم يعني التشويش اللي يصير بالذهن، ايضا توازن الهرمون بشكل طبيعي وتعطي طاقه حلوه، تعطي طاقه طبيعيه، وبنفس الوقت تعطي يعني صحه للبشره ويعني رونق وحيويه للبشره. نعم. تفضل خالد. نعم دكتور، للاسف هو انتهى الوقت، ولكن مثل ما ذكرنا لك في الاسابيع القادمه راح نواصل هذه السلسله من الفقرات الخاصه بالمراه في سن الخمسين، لذلك احنا بنودعك الان وعلى اساس ان نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل الشكر لك دكتور نجاة. نتكلم على الكرش، يمكن على الكرش او ضروري. يعني من هالنوع ابدا ما عندنا كرش في المنطقه. يعطيك العافيه دكتور. ابدا كل نظافه. انت اخر من يتكلم لجين، انت اخر من يتكلم على هالمواضيع. يعني نتكلم بشكل عام عشان توخر حضرتك. نهاركم سعيد. شكرا، نهارك اسعد. ترى حركات قديمة. ها؟ لا يعني لحظة، الحين تبغى تنكر انه ما عندنا كرش ابدا في المنطقة؟ لا لا، بس لدرجة البعض يدور حجة يقول لك بالعكس، يعني الكرش هذه دليل ايش؟ دليل يعني الراحة والنعمة. ايوه استفهام ايش اقصد؟ يوم هي ضعفت قامت قالت لا احنا ما عندنا كرش، عشان الدكتورة تقول لها انت لا تتكلمين. لا ابدا، هو كيلو واحد اللي نازلته. لا اكثر اكثر. لا والله العظيم كيلو واحد. احنا وعدنا طبعا المشاهدين قبل رمضان نجيب الميزان ولا بنوزن، وراح نكون عند وعدنا ان شاء الله ونجيبه ان شاء الله على الهواء. على مشاهدينا موضوع جديد، حيث تحكي